النهارده هحكي لكم حكايه صغيره كده حصلت من سنين. وانا صغيره كنت حاجه 40 كيلو، 44 كيلو بالظبط. فضلت 44 كيلو لحد قريب جدا، يعني كنت رفيعة. ف طبعا اتعرضت للتنمر كتير جدا بسبب رفعي جدا. بس دايما في قاعده كده خدوها، ان انتوا لما بتتعرضوا للتنمر من حد يعني مش ناجح، حد اصلا انت عارف ان هو حد وحش، مشهور مثلا بالاساءه لغيره، مشهور ان هو اخلاقه وحشه، ما بت يعني اظن الشخص اللي هو مدرك ما بيفكرش مرتين في اللي حصل، يعني خلاص انا اتعرضت للتنمر من مين اصلا، مين اللي بيتكلم عليا انا. ف انما لما تتعرض للتنمر من حد عنده قيمة او عنده حد مشهور او حد معروف، دي بتبقى كارثة. يعني ده اللي حصل لي بالظبط. حصل لي ايه بقى؟ تعالوا احكي لكم. انا كنت كسبت جايزة احسن ممثلة في رمضان في السنة اللي انا بتكلم عنها، فروحت عشان استلم الجايزة. الجايزة دي استلمتها منين او كسبتها ازاي؟ كسبتها من تصويت جماهيري، خلاص، من برنامج اقسم بالله العظيم ولا اعرف بني ادم جوه، ولا اعرف الاعداد، ولا اعرف الاخراج، ولا اعرف المذيع، بس المذيع كان مشهور جدا، ولا اعرف حد خالص من الناس اللي انا رايحه استلم منهم الجائزه. التصويت كان قدام الجمهور، والتصويت كان قدامي انا شخصيا، كنت بتفرج عليهم وما كنتش متخيله ان انا هكسب. وفوجئت على الهوا زي الناس كلها ان انا اسمي اتقال، زي اليومين دول الفنانين اللي عملوا ادوار حلوه في رمضان، وانا كنت ساعتها الوجه الجديد رندا البحيري، فهم قالوا هتكسب، هنشوف مين اللي هيكسب من الوجوه الجديده كلهم. فكسبت انا وولد تاني احسن اتنين فنانين صاعدين. فروحت ساعتها الاستوديو عشان استلم الجائزه وعشان اتكرم قدام الناس كلها على الهوا. وقعدنا واستنينا لحد ما دخلونا، واحنا داخلين في الكوريدور سمعت بودني، انا شفت المذيع ماشي، وبعدين سمعته وهو بيتريق على رفعي وبيتكلم ازاي هي كده رفيعه. انا سمعته بوداني بيتريق على رفعي، سمعته بوداني ومرضتش الف ابصله خلاص. والناس اللي حواليه ولا الاتنين، يعني كان ماشي مع اتنين طبعا نفقوه وقعدوا يقولوا ها ها ها، يعني لزاز قوي قوي. فقعدت مصدومه، يعني انا تخيلت ان انا رايحه لناس اكبر مني محترمين جدا عندي بقى فكرا. فتخضيت جدا لما عمل معايا كده هو، وكان بيكلم صوت عالي قوي، يعني ممكن يكون كان مش عارفه بيسمعني ولا، بس ما اظنش خالص، لا هو كانش بيسمعني، هو كان بيتكلم عادي بصوت عالي، مش فارق مع الناس، يعني مش فارق معايا لو انا سمعت او لا، بس هو ما كانش عايز يوصل لي. دخلت الاستوديو وكنت منهاره من داخليا ان حد زي ده هو اللي يضايقني كده. يعني انا كنت بسمع رفيعه دي كتير، بس وكنت ببقى عايزه اقول الناس وانتوا مالكم، بس ما كنتش يعني لما سمعتها من حد مهم اتضايقت.